تعالوا نروح بقى نشوف مراسلنا زميلنا الاعزاء فاروق صلاح من مقر اقامه الاهلي وكريم احمد من مقر اقامه فريق سان جورج الاثيوبي. اتفضل يا فاروق. برحب بيك كابتن الكبير كابتن ايمن شوقي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من جديد النادي الاهلي بيستهل مشواره نحو الاميره السمراء ومغازله الاميره السمراء نحو اللقب الثاني عشر لفريق النادي الاهلي. الاهلي الملك المتوج على عرش القاره السمراء ب 11 لقب افريقي لدوري ابطال افريقيا، بيستهل مشواره بيبدا مشواره النهارده طبعا في مباراه في غايه الاهميه امام فريق سان جورج الاثيوبي. احنا طبعا موجودين معاك كابتن ايمن من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه. خليني اقول لك كابتن ايمن ان يعني عقب مباراه الاهلي امام المصري في افتتاحيه بطوله الدوري رابطه الانديه المحترفه وفوز الاهلي باربع اهداف، استأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش. طبعا كان فيه استشفاء لبعض المجموعه اللاعبين اللي شاركت في المباراه، ثم منح مستر كولر اللاعبين اجازه لمده 24 ساعه، ثم استأنف تدريباته على مدار اليومين الماضيين استعدادا لهذه المباراه. طبعا كان من بعض الامور اللي كانت خلال ال 48 ساعه الماضيه كانت الكدمه اللي تلقاها بيرسي تاو وخرج على اثرها من مباراه المصري. خليني اكد لك جاهزيته لهذه المباراه، ده من الاخبار الموجوده معنا داخل معسكر فريق النادي الاهلي، جاهزيه بيرسي تاو لهذه المباراه زي ما اطمنا عليه من خلال الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي اللي اكد لنا ان بيرسي تاو طبعا شارك في جزء من المران اول امس وشارك في المران بالامس بالكامل، ويعني جاهزيته الطبيه والجاهزيه الفنيه يعني ادت الرؤيه المستر كولر طبعا يكون موجود معاه في هذه المباراه. طبعا من ضمن هذه الامور طبعا بيغيب عن النادي الاهلي في هذه المباراه كريم فؤاد واكرم توفيق اللي خليني اكد لك جاهزيتهم ايضا لهذه المباراه، لكن مستر كولر طبعا مع عوده اللاعبين من الاصابه بياخدوا اجزاء من المشاركه في المباراه. كانت البدايه مع كريم فؤاد، وبالتالي يعني مستر كولر النهارده بيريحهم من هذه المباراه، لكن خليني اكد لك جاهزيتهم طبعا للمباراه القادمه ايضا ولاعب اكرم توفيق. طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ايمن بيغيب عن النادي الاهلي في هذه المباراه اللاعب رضا سليم لظروف الايقاف في يعني مع فريق الجيش الملكي في بطوله الكونفدراليه، وايضا اللاعب انتوني موديسا المنضم حديثا للنادي الاهلي اللي طبعا ان شاء الله بعد تجاوز النادي الاهلي للدور التمهيدي يبدا يشارك مع النادي الاهلي في دوري المجموعات. مستر كولر بالامس عقد جلسه مع اللاعبين ومحاضره مع اللاعبين، اشاد باللاعبين وادائهم في مباراه المصري، واكد على يعني عدم الاستهانه بفريق سان جورج الاثيوبي وضروره يعني تحقيق الانتصار في المباراه البدايه. قال اللي احنا الموسم الماضي استهلينا المشوار امام فريق الاتحاد المنستيري وفوزنا في تونس بثلاثه اهداف وكانت بدايه مهمه جدا، طالب اللعيبه بالتركيز في هذه المباراه وضروره تحقيق الانتصار في هذه المباراه. مواجهه قويه جدا، مستر كولر يتكلم مع اللاعبين طالب من اللاعبين طبعا بعد ما اتفرج على اللقاءين اللي خاضهم فريق سان جورج في الدور التمهيدي الاول امام بطل زنجبار في الدور التمهيدي الاول واتفرج عليهم وقف على نقاط القوة والضعف في هذه المباراتين. طبعا ياسين المكاري ودوره في التحليل الفني للفريق سان جورج الاثيوبي والوقوف ايضا على نقاط القوة والضعف طبعا في هذه الفريق، ثم يعني اختتم الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، ويعني مستر كولر ضم قائمة بتضم 21 لاعب لهذه المباراة. دخل الفريق طبعا لمعسكر في احد الاماكن القريبة من ملعب المباراة. بالنسبة لليوم النهارده الفريق ابتدى يعني يومه كان وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 4، ثم المحاضره الفنيه لمستر كولر كانت في تمام الساعه 5:30. خلال المحاضره الفنيه مستر كولر بيتكلم مع اللاعبين طبعا على التشكيل اللي هيخوض بيه احداث اللقاء، وايضا بيتكلم على بعض الامور الفنيه اللي بيطالب بيها اللاعبين. اللي احنا لامسينه يا كابتن ايمن من هنا من اللاعبين في تركيز شديد جدا من اللاعبين، كان ليا حديث مع بعض اللاعبين، لعيبه بتقول لك احنا كاننا رايحين نلعب مباراه نهائيه خلاص امام فريق اكنك راح تلعب مباراه النهائي الموسم الماضي امام الوداد. تركيز شديد جدا عند اللاعبين، ضروره يعني بدايه قويه من اول المشوار ان شاء الله تكون مردودها وانعكاسها ان شاء الله في ارض الملعب النهارده والنادي الاهلي يحقق الانتصار في اولى المباريات. طبعا المباراه الثانيه تكون على استاد القاهره يوم الجمعه القادم ان شاء الله في تمام الساعه 7. النادي الاهلي من المقر
قرر طبعا هيكون ارتدائه للزي الرسمي للنادي الاهلي اللي التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، بينما فريق سان جورج الاثيوبي هيظهر بالزي الاصفر في هذه المباراه. كل الكواليس يعني كل الاخبار يعني بطمنك من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ان شاء الله تكون بدايه موفقه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، وتكون يعني بدايه الانطلاق نحو اللقب ال 12 باذن الله والنجم ال 12 للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز كابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح.